مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضراتكم ولقاء يتجدد مع الاقتصاد والناس. النهارده حلقتنا الحقيقه متعلقه بالاسره المصريه وازاي انها ممكن يعني تحقق عائد اقتصادي خلال هذه الفتره او تحسن من الاقتصاديات، لانها بتتضمن فتره زمنيه بيتم فيها تخفيض عدد من المستلزمات الخاصه بالاسره وتحديدا الملابس والاحذيه والشنط والمستلزمات المنزليه والادوات الكهربائيه. ده ناتج عن فترة الأوكازيون بتكون من الفترات المهمة اللي عدد كبير مننا ممكن ان هو يخصص ليها مشتريات كبيرة، لانه بيستفيد من الخصوم او الخصومات اللي بتكون موجودة فيها. علشان كده الدولة المصرية حريصة بشكل كبير جدا على وجود آلية للرقابة على الأسواق في هذه الفترة، للرقابة على المحال التجارية اللي بتشارك في الأوكازيون في هذه الفترة واللي بيستفيد منها عدد كبير جدا. ايه آلية التنفيذ الخاصة بالأوكازيون وإزاي إن احنا نحقق منفعة اقتصادية منه، وإزاي كمان بتتم الرقابة، وإذا لا قدر الله واجهنا أي مشكلة من المشكلات إزاي نلجأ بطريقة صحيحة للحصول على الاستفادة من فترة الأوكازيون. بالتأكيد تساؤلات كثيرة بتدور في أذهاننا جميعا، لكن هنتعرف على الإجابات الخاصة بيها من خلال حلقتنا النهاردة، واللي بيكون فيها ضيفنا الأستاذ أحمد أبو الفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، للتعرف على كل الآليات الخاصة بالرقابة على المحل في فترة الأوكازيون. لكن قبل ما نبدأ حوارنا هتوقف مع حضراتكم مع هذا التقرير، نعود بعده مباشرة. بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية موسم الأوكازيون الشتوي 2024 بداية من 2/5 فبراير 2024 على أن يستمر الأوكازيون لمدة شهر كامل. وقد قامت وزارة التموين بشن حملات مكثفة لمتابعة تنفيذ الأوكازيون بالمحلات المشاركة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأكد مدير مديرية التموين بالقاهرة تقدم 413 محلا للمشاركة في الأوكازيون الشتوي 2024، بينهم 393 محلا بالقطاع الخاص و20 محلا بالقطاع العام، حيث يتم تخصيص اسبوعين لكل محل من المحلات المشاركه في الاوكازيون والذي يستمر لمده شهر. كما تم التجديد على ضروره اعلان الجهات المشاركه عن ثمن السلع المعروضه للبيع في التصفيه، مقترنا به بيان بالثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفيه، مع ضروره حصول الجهات أو المحال المشاركة في التصفية بشكل مسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية. برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، زي ما شفنا وتابعنا من خلال التقرير، حرص عدد كبير من المحال التجارية انها تشارك في الأوكازيون اللي بيتم من خلاله تقديم تخفيضات على السلع وعلى المنتجات بالنسبة للمواطنين. وبالتأكيد دي برضو بتكون فرصة في ظل ارتفاع الأسعار اننا نحصل على هذه السلع بتمن أقل. ايه الجهود اللي بيتم بذلها في سبيل الرقابة على هذه المحال وتوفير الخدمات بالنسبة للمواطنين؟ خلونا نعرف أكتر. لكن في البداية اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفي اللي مشرفني، برحب بالأستاذ أحمد أبو الفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك وجميع السادة المشاهدين، وكل عام حضراتكم بخير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب وكل أوكازيون ودايما كده كلنا طيبين وبنستفيد من التخفيضات فيه، وشعب مصر كله بخير يا فندم. يمكن شفنا وتابعنا من خلال التقرير عدد المحال التجارية اللي هي مشاركة من خلال محافظة القاهرة، ولكن خلينا أقول على مستوى محافظات مصر، هل بيبقى في رصد لعدد المحال التجارية اللي تقدمت بطلب أنها تكون موجودة في فترة الأوكازيون؟ بالطبع يا فندم، يعني احنا حريك النهاردة قفلنا الحسابات بتاعتنا والأرصدة بتاعتنا على 1800 محل داخل جمهورية مصر العربية كلها بمختلف المحافظات. ال 1800 محل دولت موزعين ما بين قطاع خاص واستثماري وقطاع عام،
لك أن تتخيلي أن النسبة ديت في أول أسبوع أعتقد أنها نسبة جيدة جدا بالمقارنة بالعام الماضي، وده مؤشر كويس جدا لمدى الإقبال من السادة المواطنين على المحل التجاري لشراء مستلزماتهم. تمام. هل في محافظات يعني بيبقى دايما المحل الموجودة فيها أكتر أو نسبتهم بتبقى أكتر في الأوكازيون عن محافظات تانية؟ بالضبط يا فندم، يعني القاهرة الكبرى طبعا ومحافظاتها القاهرة جيزة قليوبية، ويجي في المرتبة الثانية على طول طبعا اسكندرية. اسكندريه من المحافظات اللي فيها اقبال شديد جدا من قبل الساده التجار ان هم يدخلوا في الاوكازيون، واقبال شديد من الساده المستهلكين والمواطنين ان هم يشتروا مستلزماتهم من محافظه اسكندريه. يمكن فتره الاوكازيون اسمح لي المره دي يعني شويه هي قبل شهر رمضان المبارك، كل سنه وحضرتك طيب. فكثير مثلا ممكن يقولوا احنا عندنا محتاجين نرصد ميزانيه للاوكازيون ونرصد ميزانيه لشهر رمضان، هل نقدر نقول ان ممكن يبقى في تنسيق برضو ان فتره الاوكازيون هتاخد فترة بعديها هيبقى في مستلزمات رمضان، لأن احنا عارفين ان برضو في معارض وشوادر بيتم إقامتها من أجل توفير السلع في شهر رمضان المبارك؟ بالضبط يا فندم، يعني يمكن وزارة التموين بتعمل على قدم وساق من أجل توفير راحة السادة المواطنين، ومنها على سبيل المثال الأوكازيون الشتوي، وده أحد الآليات اللي بتستخدمها وزارة التموين من أجل تنشيط حركة التجارة. يمكن توقيت دخولنا في الأوكازيون السنة دي كان جاي بالتنسيق مع الاتحاد عمل غرف تجارية، وتم الاتفاق على يوم 5 فبراير هو بداية لفترة الأوكازيون الشتوي، وده كان هدفه أنه لسه كان معرض الكتاب في دول يوم واحد بس وانتهي، صحيح. يبقى لسه في حركة داخل الأسواق. الحاجة التانية برضو أنه من 5 فبراير لحد 5/3 ده برضو الفترة ديت بتبقى خلاص يعني في دخول المدارس بعديها بعد أول أسبوع من الأوكازيون، بعد كده الاستعداد لدخول شهر رمضان الفضيل، وفي برضو احتمالية ان احنا ان شاء الله ممكن نمد برضو فترة الأوكازيون عشان يبقى في تخفيضات خلال شهر رمضان واستعدادا لشهر رمضان. طب خلينا نتكلم بقى عن طبيعة المنتجات اللي موجودة او طبيعة السلع اللي بيتم يعني ايجاد فرص للخصم عليها سواء في فترة الأوكازيون الشتوي وممكن تمتد بعد كده كمان. يعني هو في أنشطة كتيرة جدا يمكن معالي الدكتور وزير العالم المصالحي سمح بيها، يمكن يعني ابتدت السنة اللي فاتت بس على استحياء شوية، لكن السنة دي بقت أساس الأوكازيون في نشاط المصنوعات الجلدية بمختلف منتجاته، في عندنا أجهزة كهربائية، في أدوات منزلية، في ستائر ومفرشات، في سجاد وموكيت، كل دي أنشطة تجارية داخلة ضمن فعاليات الأوكازيون السنة دي. الهدف منه والمفاد منه إن السوق المصري يتحرك، وفي نفس الوقت تخفيف العبء عن كلا السادة المواطنين وخاصة طبعا محدود الدخل. صحيح، وخصوصا كمان في ظل ارتفاع الأسعار، يعني خلينا نقول إن ده مفيد لكل فئات المجتمع المصري الحقيقة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار اللي موجود. بالطبع يا فندم، بالطبع. طيب خلينا أقول برضو مع حضرتك كده ونشوف يعني إيه الجديد السنة دي من حيث الإقبال من السادة المواطنين على مدار الأسبوع الماضي. أكيد يعني بيبقى في رصد برضو لحركة البيع وحركة الشراء، هل في برضو إقبال جماهيري من فئات مجتمعية معينة أو من بعض المعروضات الخاصة؟ طب أنا هجاوب على السؤال من الآخر. لاحظنا من خلال رصدنا الأسواق أن جميع فئات الشعب داخلة وبتشتري بمنتهى الأريحية داخل الأوكازيون، يعني الغني والفقير والمتوسط كل الفئات دي داخلة. الحاجة الثانية أن نسب الخصم بتشجع السادة المواطنين أن هم يشتروا، خاصة ان في رصد قبل فتره الاوكازيون لقينا ان معظم الاسر المصريه بتنزل وتشوف المنتجات اللي هي عايزاها وبالاسعار اللي هي بتشوفها، عشان لما تيجي فتره الاوكازيون تبقى عارفه المحل اللي هي داخلاه هي دخلته قبل كده، والمنتج اللي هتشتريه هي شافته قبل كده بالسعر القديم، فبالتبعيه تقدر تحكم على مدى مصداقيه هذا المحل من عدمه. صحيح، ودي حاله ايجابيه جدا، وده بيدل على وعي المواطن المصري، خلاص ما بقاش يهتم بالكم زي الاول، لا ده بقى يهتم دلوقتي بالكم. الحاجة الأجمل كمان أنه فعلا بيشتري الحاجة اللي هو محتاجها بس، وده نوع من أنواع الترشيد. يمكن أنا ممكن من فترة سنين سابقة أنا كنت بنادي بحتة الترشيد دي، يا جماعة إحنا نشتري الحاجة اللي إحنا عايزينها بس، مش نشتري الكم، لا الحاجة اللي إحنا محتاجينها السنة دي بالتحديد، لأن الموديل بيختلف والأسواق بتختلف من موسم لموسم. يعني خصوصا كمان بالنسبة أنه بيتعرض لمنتجات يعني بتتغير أو الموضة بتاعتها بتتغير زي ما بنقول. بالظبط. طيب قاعدة البيانات اللي موجودة عند حضراتكم بالتأكيد دي بتبين كمان إيه الحاجات اللي المواطنين عايزينها أو إيه السوق، حركة السوق ماشية إزاي على مدار الأسبوع الماضي أو الفترة السابقة. إزاي رصدتم ده وإزاي رصدتم كمان بعض التعاملات اللي بتتم ما بين المواطنين وما بين هذه المحال؟
لقينا من خلال رزان الاسواق ان في بعض الساده المواطنين بيحرصوا تمام الحرص على ان هم ياخدوا الفاتوره الضريبيه، ودي حاجه جميله جدا احنا دايما كنا بننادي بيها، وده حق اصيل واساسي للساده المواطنين لما يشتري بعد اي عمليه تعاقديه بينه وبين التاجر لازم يطلب حق القانون وهي الفاتوره الضريبيه. الفاتوره الضريبيه لا ليها مواصفات مش بيان مع الشكر طبعا. لازم يكون فيها سجل التجاري بتاع الضريبيه، العنوان، الوصف الدقيق للسلعه اللي هو خدها. طيب خليني افرق في حاجه برضو استاذ احمد، لان في الناس بتروح تشتري وتاخد فاتوره هي مش عارفه ايه اللي موجود في الفاتوره دي او نعم. ايه الايتمز العناصر اللي موجوده فيها، فهل النهارده من خلال الرقابه لابد ان يلتزم صاحب المحل او صاحب المعرض اللي بيقيم هذا الاوكازيون ان الفاتوره بتاعته تكون متضمنه كل العناصر اللي حضرتك بتذكرها؟ بالطبع يا فندم بالطبع. ويمكن معالي الدكتور الوزير في لقاءاته معنا دايما بيراهن على وعي المستهلك المصري والمواطن المصري اللي أصبح في حالة إيجابية مضطردة كمان. يعني لمست الإيجابية دي من إيه يا فندم؟ من خلال موجودة وجودنا في الأسواق. ما احنا حضرتك احنا مش قاعدين في المكاتب بس، احنا بننزل بحملات كمان يعني. أنا لسه كنت في حملة امبارح مع السادة الزملاء طبعا، ورصدنا أسواق ورصدنا حركة السوق كمان يعني. لا في حركة، وفي حركة إيجابية كمان ووعي شديد جدا عند المواطن المصري، خاصة في حتة النسب اللي هو بيشوفها. يعني ما بنخدعش بالنسب العالية بس، وبالمناسبة النسب العالية دي مش 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 حاجة وحشة، لا بالعكس ده حاجة جميلة جدا طبعا. يعني لما يحط تاجر 70 أو 80% لا خش واشتري، ولو ما لقيش 70% لا اشتري يعني. بلغنا بالتليفون في خط ساخن طبعا، ممكن أقوله ولا؟ طبعا يا ريت كمان نكتبه على الشاشة بحيث إن أي حد بيتواجد في الأسواق لو لا قدر الله حصل أي مشكلة أو حاجة يقدر إن هو يلجأ لهذا الخط الساخن. تمام، في اللي هو رقم خط الساخن 19588. اه يا فندم. بيتصل واحنا اقرب حمله موجوده لمكان المشكو في حقه بينزلوا وبيتم التعامل مع المشكله. في بعض المشاكل بتبقى شكاوى جديه، وفي بعض الشكاوى بتبقى وهميه شويه. بمعنى احنا يعني مثلا على سبيل المثال ان مواطن دخل محل لقى الراجل اللي هو بيبيع له مش متجاوب معاه. يعني دي ما بعتبرهاش مشكله قويه قوي، ولكن انا يهمني السلعه اللي انت خدتها، هل سلعه معيبه ولا فيها دفايات ولا هي سلعه جيده ولا اسعارها مش مناسبه حضرتك وهو فرض عليك قطعه ثانيه. الحاجات دي كلها مشاكل حقيقيه احنا ممكن نقابلها وبيتم التعامل معها بمنتهى الحزم. الحاجه الثانيه برضو اللي وزاره التموين ما تتدخلش فيها ابدا ولكن بتراقب عليها، هي النسبه اللي بيحطها التاجر. النسبه اللي بيحطها التاجر دي هي نسبه بمحض ارادته، ولكن طالما انت حطيت النسبه ديت بمحض ارادتك لازم تلتزم بقى ببعض المعايير والقرارات والتوجيهات اللي حطها وزاره التموين. منها على سبيل المثال ان حضرتك لازم تحط سعرين على كل قطع، احدهم مشطوب عليه ده بتاع الشهر السابق والسعر الحالي اللي انت بتبيع بيه ما قبل الخصم وبعد الخصم. بالظبط. الحاجه الثانيه كمان انك لازم تكون محتفظ ببونات بيع من شهر سابق. الهدف منها بقى حاجتين، اول حاجه ان الحمل اللي بتنزل او السيد المفتش اللي بينزل وتشوف المحل بيتاكد ان البضاعه اللي موجوده دلوقتي هي نفس البضاعه اللي موجوده من شهر سابق. لان كان في بعض الاقاويل المتناثره عند جمهور المواطنين يقول لك لا ده هم بيجيبوا بضاعه شيطه داخل الاوكازيون او بضاعه معيبه. الكلام ده عاري تماما من الصحه، من عقد مضى لا الموضوع ده مش موجود. حاجه ثانيه بقى والمفيده والمهمه بالنسبه للساده المواطنين والمستهلكين ان احنا بنتاكد من جديه النسبه اللي هو حاططها. احنا بنشوف السعر كان قبل كده كام والنسبه كام دلوقتي والسعر اللي هو بيبيع بكام. من خلال المواطن برضو بيحسبها على طول، هو قبل ما يدخل يشوف السلعه دي يقول لك دي عليها كذا وهي كذا يبقى هي المفروض تبقى ده، فما تقلقش من الموضوع ده خالص. لا هي الحاجه هو قبل ما بيروح بيبقى عارف يتمنها كام. هو الحاجه الاجمل اللي احنا رصدناها ان هو بينزل قبل الكازينو بيشوف القطعه اللي هو عايزها سعرها كان كام ودلوقتي سعرها كام. طيب هل نقدر نقول ان يعني المحال التجاريه زي ما حضرتك تفضلت وقلت هي اختياريه، انا هحط نسبه خصم قد كده؟ بالظبط. طيب لو السنه اللي فاتت حط نسبة ممكن بيغيرها السنه دي عادي ولا برضو بيبقى في مراعاه شويه ان هو ما يزيدش او ما يقللش في نسبه الخصم؟ لا 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 ملهاش اي علاقه، يحط النسبه اللي هو عايزها مفيش مشاكل، ولكن يلتزم بقى بالمعايير والقرارات اللي حطها وزاره التموين. اذا هي صاحب المحل هو طالما التزم بنسبه معينه عليه ان يلتزم بها طوال فتره الاوكازيون، ما ينفعش ان هو مثلا لو واخد اسبوعين اسبوع ينزلها واسبوع يغير فيها. لا 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 لازم يلتزم بيها، يلتزم بيها. طب احنا زي ما احنا يعني عارفين في الفتره الحاليه كلنا بنتكلم عن ضبط الاسواق والاسعار والرقابه عليها وازاي يكون في متابعه مستمره واليه مستمره للرقابه، هل خلال هذه الفتره بتختلف اليه الرقابه من قبل وزاره التموين والتجاره الداخليه عن غيرها من الفترات؟
هو دايما وزارة التموين في حالة طوارئ طوال أيام السنة، ولكن بيتم تكثيف الحملات في المناسبات، وما أكثر هذه المناسبات داخل جمهورية مصر العربية. نتمنى أنها تستمر وربنا يعيد علينا بخير يا رب إن شاء الله. يعني إحنا دلوقتي بصدد الأوكازيون الشتوي في حملات مكثفة بتجوب المحافظات وبتجوب الأحياء والقرى حاليا دلوقتي، مش في القاهرة بس، لا في جميع محافظات مصر. في بعديها داخل على طول شهر رمضان الفضيل برضه في حملات مكثفه، ثم عيد الفطر، ثم اعياد الاخوه المسيحيين. كل دي يا فندم مناسبات بتشهدها جمهوريه مصر العربيه، وبالتبعيه وزاره التموين لا تألو جهدا في تكثيف الحملات خلال هذه المناسبات. طب خلينا نتكلم بقى عن طبيعه الرقابه، يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت هي فترات بتستلزم وجودنا في كل محافظات مصر. هل انا عندي بالفعل العناصر المؤهله والمدربه للقيام بهذا الدور؟ هل بنحتاج ان احنا يكون عندنا تعاون مع جهات ومؤسسات أخرى بحيث أن العدد يكون متواجد بصورة أكبر وبيتيح فرصة للرقابة بشكل أكتر؟ بالطبع يا فندم، يمكن عايز أقول لحضرتك هو مش سر ولا حاجة، إحنا في حملات رقابية مشكلة بتبقى حملات مكبرة يعني منا وبين الإدارة العامة شرطة التموين وجهاز حماية المستهلك. يمكن لسه كان في امبارح لقاء مع معالي الدكتور الوزير بالسادة مدير المديريات، وأكد وشدد الحتة ديت إن الحملات لازم تكون مكونة من هذه الجهات الثلاث. فلا لا في حملات مكبرة، بالإضافة إن كل جهة من هذه الجهات لها حملاتها الخاصة. يعني الحملات دي يومية طبعا، وفي حملات تقريبا شبه أسبوعية بيننا بين هذه الأجهزة علشان ننزل بحملات مكبرة على منطقة معينة، بحيث ان احنا ننشط هذه المنطقة ونتأكد ان الحال على ما يرام وان حالة السوق مطمئنة. طب لما بنشجع حاجة زي كده اكيد برضو صاحب المحل محتاج بعض التيسيرات على اساس ان انا اشجعه انه يقدم نسبه خصم بالنسبه للمواطنين. طبعا. هل وزاره التموين والتجاره الداخليه بتقدم بعض التيسيرات او عناصر الجذب للمحال التجاريه بحيث انها تشجعها اكتر انها تقدم نسبه من الخصومات للمواطنين؟ بالطبع يا فندم، يمكن دور وزاره التموين مش دور رقابه فقط، لكن هو دور توعوي. يعني يمكن قبل فتره الاوكازيون كان في حملات بتوعي التاجر على الاخطاء اللي هو ممكن يقع فيها والمخالفه والعقوبه اللي هو ممكن يتعرض ليها. ده جزء، لان رصدنا برضو ان في بعض المخالفات التاجر بيعملها بدون قصد، هو ما يعرفش القانون وما يعرفش مدى نتيجه هذه المخالفه اللي هو بيقوم بيها. فبالتبعيه في حملات هدفها ترشيد الساده التجار، لان احنا بنعتبر ان التاجر هو ضلع اساسي في التنميه المستدامه لمصر وضلع اساسي في الاقتصاد المصري، خاصه اذا ما كان داخل ضمن الاقتصاد الرسمي لجمهوريه مصر العربيه. الاقتصاد الموازي احنا بنحاول نعدله ونحاول نحدد مساره انه يدخل فيه الاقتصاد الرسمي. اما التجار اللي هم داخلين داخل اقتصاد مصر، لا لهم كل الاولويه وكل الدعم، خاصه اذا ما كان دعم فني كمان ودعم معنوي ودعم معلوماتي. كل هذه بتتمثل في اوجه الدعم دي يا فندم؟ انا ليه بقول كده؟ لان فعلا المواطن النهارده عايز يدخل اي محل يلاقي مثلا خصم بنسبه كذا، ده في حد ذاته بيبقى مشجع ليه ان هو يستفيد من هذا الخصم. فكل ما شجع المحل التجاريه وشجع يعني اصحابها، ده هيكون مفيد بالنسبه للمواطن اقتصاديا في ظل طبعا غلاء الاسعار. طبعا يا فندم، يمكن هدف وزاره التموين هو تنشيط حركه التجاره الداخليه، ده في المقام الاول الهدف من الاوكازيون. تمام. الحاجه الاهم بقى من كده هي اتاحه السلع في الاسواق للساده المواطنين، ده هدف اساسي لوزاره التموين. الحاجه اللي بعد كده بقى ازاي ندعم هذا التاجر، خاصه اذا ما كان ملتزم، دي مهمه جدا وده دورنا. يعني يمكن ذكرت لحضرتك من شويه ان دور وزاره التموين بس مش عمل حملات ومحاضر وبتاع، لا احنا يهمنا تدعيم الساده التجار اللي من خلاله هيدعم الاقتصاد المصري. لان احنا بنتكلم دلوقتي في مرحله فارقه، مرحله مهمه جدا للشعب المصري وللدوله المصريه. فكل الوزارات على قدم وساق، كل يعمل في مجاله من اجل تدعيم السيد التاجر. الاعداد المشاركه اختلفت ازاي عن السنه اللي فاتت؟ يعني هل نقدر نقول في كده مقارنه ما بين 2023 و2024؟ حتى الان في الاسبوع الاول من الاوكازيون، لا العدد السنه دي اكتر من السنه اللي فاتت. يعني سواء من خلال حركه البيع والشراء او من خلال المحال التجاريه اللي مشاركه فيها. بالطبع يا فندم. على مستوى كل المحافظات؟ زي ما بنقول هو شهر، لكن كل محل بيستفيد لمدة أسبوعين أو 15 يوم. بتتغير طبيعة المحل التجارية؟ يعني نقدر نقول بنقسم الفترة دي للمحل المتخصصة مثلا في الملابس، ولا إزاي بنختار المشاركة ما بين المحل المختلف؟ لا، المشاركة مفتوحة لكل المحل التجارية سواء ملابس أو مصنوعات جلدية. جدولتها بقى بتبقى إزاي؟ لا هو بص حضرتك، احنا دايما بنرصد عدد المحلات بتاعت الملابس
قد ايه، المصنوعات قد ايه، الاحذيه الستائر والمفروشات قد ايه، الاجهزه الكهربائيه قد ايه، لكن النسبه او السواد الاعظم من الدخول طبعا هو ملابس ومنتجات. لكن تعلم يا فندم هو اللوكازون معمول اساسا عشان الملابس والمنتجات ده في الاساس. واللوكازون هو ثقافه انجليزيه، وان كانت هي كلمه فرنسيه معناها طبعا فرصه سانحه. ممكن بدات من القرن الماضي 1920، ثم تطورت 1940، ثم 65، الى ان وصلت للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي بتطوراتها طبعا الجميله وبالحيثيات اللي احنا بنشتغل بيها. يعني كل الديفوهات وكل السلبيات اللي كان فيها اللوكازونات قبل كده لا بيتم تدارجها اول باول. يعني السنه دي لحد دلوقتي لا ما فيش اي مشكله خالص قابلتنا، الحمد لله ما فيش اي شكاوى جات لنا حتى من الصدر المواطنين. ده معناه ان في اصبح هناك شفافيه في التعامل بين التاجر والمستهلك، كل يعرف واجباته وكل الاوكازيون دي انا هجيب فيها حاجتي حتى لو مش هستخدمها انا ممكن استخدمها الفترات اللي بعدها بحيث ان اكون عندي الحاجه باسعار مستفيد من الخصم الخاص بيها. بالظبط يا فندم، وده اللي احنا يمكن بنشد عليه حته الكيف والترشيد دي مهمه جدا. يعني الكيف والترشيد والجوده، ومشكلة اللي حضرتك أثرتها في بداية لقائنا وقلت إن في ناس عندها ثقافة إن اللي موجود في الأوكازيون ده مختلف عن طبيعة المعروض في الأوقات العادية، إزاي بقى ده بيتم الرقابة عليه؟ لأن خلينا أقول دي ثقافة الحقيقة من زمان موجودة. وبصفة خاصة في مصر، يقول لك إن الأوكازيون في الخارج غير الأوكازيون في مصر، في الخارج بيعملوا أوكازيون حقيقي، هنا ما بيبقاش الأوكازيون حقيقي، إزاي ألغي الثقافة دي وإزاي أأكد للمواطن اللي بيشوفنا النهاردة ان لا ده مش بيحصل، بالعكس هو بيسير بنفس الآلية اللي بيسير عليها اي اوكازيون في اي دولة. يعني احنا من خلال تجوالنا في الاسواق لما بندخل محل وبنشيك على البنات والفواتير وبنشيك على البضاعة اللي موجودة، هو من حق المفتش انه يسحب عينات بقوة الشك. بمعنى ان انا لما ادخل محل بلاقي فيه القطعة ديت انا شايف انها مش مظبوطة، فمن حق ان انا اسحب منها عينة، ثلاث عينات، واحدة عند التاجر وواحدة عندنا وواحدة في المعمل، وبنشوف نتيجة تحليلها عاملة ازاي، هل كويسة مطابقة للمواصفات ولا لا. لو لقينا الحاجات دي مطابقة للمواصفات احنا بننزل لنفس المحل تاني وبنشكره قدام السادة المستهلكين، بيدي انطباع قوي جدا عند السادة المستهلكين لدى أصحاب المحلات. الراجل بيعرف إن المحل ده محل محترم، محل كويس جدا، لكن أنت تعلمي إن المحل التجاري ده بيطالبنا إن احنا ننزل لها تاني لأن لقى حالة إيجابية، احنا بنشكره طبعا قدام السادة المستهلكين. رد فعل المستهلك كان إيجابي، بالعكس إدى مصداقية بالنسبة للمحل. خاصة إذا ما كانت البضاعة اللي موجودة عنده هي بضاعة جيدة وما فيش أي مشاكل خالص. يمكن رقابة وزارة التموين مش على الأسعار فقط، لا وعلى الجودة زي ما حضرتك ذكرت. طيب خلينا أقول إن حضراتكم بالتأكيد برضو بتواجهوا بعض، مش عايزة أقول مشكلات، ولكن يعني بعض التحديات اللي بتواجهنا وبنحاول إن احنا يعني نتخلص منها أو إن احنا نحلها، بتكون إيه؟ يعني في بعض أو قلة من السادة التجار أنا بعتبرهم المغامرين والمقامرين اللي هم بيغردوا خارج السرب يعني، ودي قلة، لكن معظم السادة التجار هم لا شركاء وشركاء أساسيين في تنمية الاقتصاد المصري، وأنا بحييهم من خلال برنامج حضرتك. ان ممكن يدي مثلا بيان مع الشكر دوت، لا ده طبعا بيبقى مخالف، احنا طبعا بننبه عليه اول مره وبعد كده بننزل له ثاني، لو لقينا نفس المخالفه لا بيتم تحرير محضر وتحويل على السيد وكيل النائب العام. بعض الساده المواطنين بيتنازل ما بيسالش حتى عن الفاتوره، خاصة بقى لما بيجي تقابلنا احنا مشكلة بقى في حتة الاستبدال والاسترجاع، هي كده كده يعني على كل الأحوال القطعة لازم ترجع، ما فيش مجال يعني. لكن انت حتى لو ما كانش في سبب للرجوع، يعني أنا اشتريت حاجة وبعد ما اشتريتها أنا اكتشفت إن لا عايزة أغيرها، من حقك، ولكن تكون بنفس الحالة اللي حضرتك اشتريتيها، تمام، ما يكونش فيها أي عيوب أو حضرتك استعملتيها وجاية ترجعيها. طبعا في بعض الاستثناءات لبعض الأنواع ما ينفعش ترجع خالص او تستبدل، زي اللانجيري الحاجات دي اللي حافظها على الصحه العامه، ملابس الدفن وطبعا الصحف والمجلات، وخاصه كمان اذا كان في عقد بين التاجر والمستهلك، يعني العقد دوت بيبقى شركه متعاقدين، فانت طلبت الحته دي او القطعه دي بالمواصفات المعينه فانت عارف ان هي ما فيش فيها استبدال او رجوع فيبقى خلاص. لا هو من حق طبعا يا فندم على الاطلاق، طبعا هو من حق المواطن ان هو يستبدل القطعه بتاعته خلال 14 يوم اذا كانت ما فيهاش اي حاجه، اما اذا كانت معيبه فبنحاول نرجعها في خلال 30 يوم. تمام.
دي برضو بحب انوه ان حته الاستبدال والاسترجاع متاحه لجميع الساده المواطنين، مش بس قبل الكوزون او في خلال فتره، لا ده طوال ايام العام. جهاز حمايه المستهلك بالتاكيد بيبقى عليه دور كبير في الفتره دي برضو، الى جانب دوره على مدار العام. نعم. طبيعه العمل هل هي طبيعه واحده ومشتركه ما بين حضراتكم، ولا في بعض الاحيان لابد ان المواطن يلجا لجهاز حمايه المستهلك وفي اوقات اخرى يلجا لحضراتكم؟ لا لا، جميع الاجهزه بتعمل على قلب رجل واحد، ولكن كله في مجال اختصاصه. يعني مثلا في عندنا هيئه السلع الغذائيه، هيئه كمال السلع الغذائيه، دي مهتمه جدا بالغذاء. وزاره التموين من خلال الاداره انا بشرف برئاستها، لا بنهتم بالغذاء والسلع غير الغذائيه على قدم المساواه، يعني الاثنين مع بعض. طبعا طبعا. طب اخيرا